السلام عليكم ازف اللون وصحة فطوركم. جيسبر كليتو غاية وفطرتو غاية. على بالكم باللي انا انسان نبغي ناس بكري ونبغي التقاليد تاع بكري، وكون نصيب كون راني عشت مع اصحاب بكري. بكري خلاو كلام، خلاو حكمة، ابناو، علاو، فرحونا، خلاو لنا اثار وراحو وليق ما ننساهمش. وتحيا الشهداء وتحيا ناس زمان. يقول لك ناس بكري خلاو كلام بارود قناوة، يقول لك نهار من نهارات ونهارات ربي كثيرة، في جنة رضوان وجنة ربي كبيرة، يتلاقوا ثلاثة من الصالحين قدام واحد المريرة، ويحكوا على ناس تاع آخر الزمان اللي فيهم الحز والغيرة، مع حصة عجيب وغريب غادي تشوف العجب. واحد المرة واحد شعره مغوفل كيما حالتي، راه عند الحلاق، شوف واش صرا. سي محمد الله يخليك، ما تبوجيش خليني نخدم خدمتي. يا صاحبي باغي نسقسيك. واه مصبارة قابط بورطة فيه الضوء، واحد يدا في يدك طورتو في الحلاقة نتوما، وما على بالكش انقص تودر في شعرك، راني نحوس عليه بالليمو. قال له واحد الخضرة واحد السيد يكذب بزاف، راح يخطب وحده. الحاج مرحبا، جيتك بالحسب ونسب وجد قاصد هذا الباب، وقالوا لي بلي نتوما ناس زينين. شا نقول لك يا حبيبي، مرحبا واش هلا هالبلج لا طاي والجين، كل صباح بشنعه ويلا راك خدام وعندك، مرحبا واش هلا. شوف الحاج خدام زدام، عندي فيلا في باري، فيلا في تولوز وين ياكلوا اللوز، وعندي تاني جبابير، عندي وزين تاع مقرود، عندي وعندي وعندي، بصح فيا ديفو واحد ما نجيبش نقلعه. خير ان شاء الله. نكذب بزاف. قال لك واحد الخضرة واحد السيد مزروط من راسه، كم ريح يقرع في لاري. تحلبناكم. إما كان لها تقول لي منا ولا منا، أنت ما من لافريك لا ما من السينيغال، انت باينة من الأضرار ولا من بشار؟ ها اش غادي نقول لك، ها منين رافقتي لافقت انا اخوك من الأضرار وشي، دوك اللي جا فريكا ما خلاونا والو، فيروج راهم تما، دوردان راهم تما، ها كانش ما ناكلو معاهم، راني في يومين ما تحت ليش مورسو نتاع كسرة. هادي شابة، حنبوك ولي الطبيب اللي عطاك هاد الرجل. السلام عليكم والصحة فطوركم، نبغيكم بزاف والغمة تجي بزاف، مادا بيكم تتبعونا خاطر حنا بلاصتكم ومعزتكم كبيره في قلبي. واحد النهار واحد الجون دخل لدارهم بوه زق عليه. ايوا السيلفي التالي التالي التالي، هيا الضحكي الضحكي ابتسامه، هيا 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 فتحي صاحبي. وي هان خويا راك متصور مع الخبزه، هبلت ولا كيراه؟ عاودي الشيبان اللي هبل لي جدا خا صباح الله زق عليا قال لي خرج صور خبزتك. السلام عليكم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. كما عودناكم دائما في حسكم عجايب وغرايب فيلم السهرة، وبلا ما ننسى كاين حاجة ما رايش عجبتني في دار رمضان اللي هي الكاميرا كاشي، لذا جبنا لكم فيلم السهرة المدبلج اللي بعنوان كاميرا كاشي الجزائرية اللي تغاشي، الجزء الأول تابعونا. قال لك واحد كل يوم يعرض جاره، واحد تفطر عندي واحد تفطر عندي. اوه الحاج حميمات كيف خويا؟ اه يا لاباس الحمد لله. متى تجي تفطر عندي؟ ان شاء الله ان شاء الله. والله تفطر ان شاء الله. ها عندي لك حاجه شابه ان شاء الله، هيا تهلا في روحك يا الله يسهل عليك. صحي صحي احمد راك تخلع غير خدمه بالعامي بزاف. شي غادي نقول لك رانا غير مور الدنيا، اجري اجري وحنا الشقيه الباقي. رانا كيف كيف كاع. شنو بغيت نقول لك؟ قول لي حبيبي. متى تجي تفطر عندي؟ شا غادي نقول لك اودي راه في شحال من خطره حق راك قلت لي الله يجعل في رزق وشاري ان شاء الله الا كتبر الله. ارواح ارواح تفطر عندي هي صح احمد ديك والله نحبك كثير. الله يطول عمرك. هيا حميمي هيا صحيح حميمي. عماد اربع 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 اربع. اه سيدي داك يا لاباس الحمد لله تحتك. اه اليوم راك اونفورم. اه شويه اليوم روبو كاع. قول لي احمد وحبيبي وين تجي تفطر عندي؟ شوف الحقيقه راني في داش حراك تقول لي غادي نروح نفطر نروح نفطر ان شاء الله راني جاي ان شاء الله بحول الله.
رواحه نجي سميتها غدوه غدوه الا بغيت كيما نديروها غدوه على 12 اي ان شاء الله هي صح هي كلمه صحيتي واحد الخطره جاي يفطر عنده ثلاث سنين اروح تفطر اروح تاكل اروح تفطر اروح تاكل ها رانا جينا خير ان شاء الله سي حميمد مرحبا تفضل خويا الله يزيد فضلك الله يزيد فضلك بعدس خويا غادي يقلع لك البرده برد عدس العدس مليح فيه الحديد الحديد وبعد يومين سي احمد ريمو واش راك خويا بخير هيا لاباس الحمد لله عجبك الفطور تاع داك الخضره الله يبارك الله يبارك شكون هادي هادي البنت ما شاء الله الله يبارك هادي هي خيروره صغيره الله يبارك الله يبارك كريمون غادي نطلبك ان شاء الله ما تردنيش ما نردكش خويا غدوه الى كتاب ربي فطور عندي تما انت راك تعرض غدوه ان شاء الله نكون عندك على 12 ان شاء الله ان شاء الله 12 شكون عندي ان شاء الله اي اتهلا في راحتك في الامان ومنين دخل باش يفطر عنده جايب الفطور صباح وانايا كريمو مرحبا وسلام نهار كبير تفضل هل فطورك هذا فطور هذه حديده هذه كول هذا الحديد فيه العدس واحد النهار زوج كانوا يتمشوا واحد دار واحد كوزينه زوج راحوا البحر واحد عام واحد ست اشهر قالك واحد النهار زوج صحابات واحده باسات واحده مرسوداس S'il vous plaît, attends. Vous êtes, vous courez trop vite. S'il vous plaît, donne-moi un peu de l'eau, s'il vous plaît, j'ai soif. Qui va Rachan? Hada immigré, j'ai pas mal. Oh, regarde, انتوما ثلاثة على بالي بلي راكم تاعين في الصحراء. شبيك لبيك اللي تطلب على بين يديك. مو انت الوسطاني. Je veux retourner en France. Je veux pas rester ici en Algérie. Je suis perdu au désert. وانت المغوفل واش راك باغي؟ باغي نولي كيما هذا اللي بيجري. واش نولي نهضر فرنسي الله يخليك. صاي جو سوي ميغري. جو سوي تري تري بو. وانت قرع غاز البوفو. واش راك باغي؟ انا ماني طالب والو راني باغي هذا الضب يولي كيما كان قال لك الا بغاتك البيضه ما تبغيهاش الابيض الا طاح في العين راه يعميها واذا بغاتك الصفراء ما تبغيهاش البوسفير الا طاح في الغنم يخديها واذا بغاتك الحمراء غير ابغيها قطره العسل الا طاحت على الجمره تطفيها واذا بغاتك الزرقاء غير ابغيها الحجره الكحله هي اللي سنوا عليها قال لك واحد المره يا شي جي جوج كانوا مقرقرينها طالقين رواحهم يتفرجوا في النشره نتاع 8 قال لك زوج متزوجين كانوا يقارعوا فيه مزيود جديد قاعدوا متناقرين على اسمه كيزيد ان شاء الله كي غادي يشموه ان شاء الله خير الله وانا نقول خير جين انا قلت خير الله وانا نقول لك يشموه خير جين انا قلت خير الله ما يكون غير خير جين ما يكون غير خير الله وانا نقول خير جين وبعد 3 شهور كي زاد داك الولد زاد شويه مخنفر وجروك هاد الوجه هذا اللي جا مخنفر كي هكا كيش كيما بوه ايو كي غادي يسموه هاشم خير من ول قال لك واحد النهار يا شي جي واحد مشطي راح نجي تبي احكي لي على مرضك مالك انا مرضي انا مرضي راه في الدماغ راك فاهم باغ اكزومبل انا نروح نشري حبه تفاح انا تتكلمني في دماغي زوج حبات تفاح نروح نشري ساندويتش في دماغي تتكلم زوج ساندويتش باغ اكزومبل نشري كوكا كولا في دماغي تتكلم زوج اخرى كوكا كولا راك فاهم الدماغ تاعي راه يفونكسيوني دو فوا شنو ندير اما لا من لو هاك كي راك باغي تشري حاجه اشري غير نصها باش تجي كي راك شاريها كامله هذه مليحه هاي والله يحفظك دكتور ميرسي شحال جاتك 100 هذا ما كان 100 يا هاد دكتور واش حال هادي هادي 50 ميل بصح دكتور في دماري راهي متكلمه 100 ميل